تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وتمكنت الوزارة من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في هذا التقرير. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، لا سيما جرائم النصب والاستيلاء على أموال عملاء البنوك. في هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالملية لقيام عناصرهما بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال إرسال رسائل وهمية على هواتفهم المحمولة تتضمن: عزيزي العميل، لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث لفترة مؤقتة برجاء الاتصال بنا، والادعاء أنهم من موظفي خدمة عملاء البنوك خلافاً للحقيقة، بغرض الحصول على بيانات حساباتهم البنكية وبطاقات الائتمان واستغلال تلك البيانات في تحويل أموالهم لحساب أحد المتهمين عن طريق إحدى خدمات الدفع الإلكتروني أو استخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. ونظرا لخطورة هذه الجرائم وتكرارها، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل من أشخاص مجهولين وعدم إعطائهم أي بيانات عنهم أو عن حساباتهم البنكية، مع التأكد من المصادر بالبنوك. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالقاهرة والجيزة والشرقية لقيام عناصرها بالاستيلاء على أموال من مواطنين راغب السفر للعمل بالخارج أو لاستكمال دراستهم دون الوفاء بذلك، ورفضوا رد المبالغ المالية لأصحابها. كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية وسوهاج لقيام عناصرهما بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة والتصنيع مقابل أرباح توقفوا عن سدادها، كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. الإدارة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول استوليا على أموال من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية من خلال شركة قام بإنشائها والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبالغ مالية خلافاً للحقيقة. وبلغ حصيلة نشاطهما الإجرامي 6 ملايين جنيه و126 ألف دولار أمريكي. كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية استولى على 2 مليوني جنيه من حساب إحدى الشركات بطرق احتيالية وتحويلها للحساب البنكي الخاص بأحد عناصر التشكيل.